مواجهة لولادي الأعزاء طلبة الفرقة الأولى من كلية الطب، الناس اللي هم لسه في بداية حياتهم وعندهم كل الأمل والطموح في مستقبل زاهر وباهر في هذه المهنة الإنسانية. لكن أنا عايزة أقول لهم أيوة، أنتوا اخترتوا طريق جميل لكنه طريق صعب، لأن المهنة دي ليست يعني مزروعة ورود ولكنها محفوفة بأشواك، واحنا لابد ان احنا نعرف ايه المخاطر اللي احنا ممكن نتعرض لها في ممارسة مهنتنا، ولأن في السنين الأخيرة دي كثرت القضايا ضد الأطباء والاتهامات ضدهم، سواء كانت يعني الناس اللي بيشكوا منهم كانوا محقين أو كانوا غير محقين ومدعين. فلابد الطبيب يعرف إيه هي الضوابط اللي بتنظم ممارسة المهنة، وإزاي يقدر يبعد عن الوقوع في أي مسؤولية قانونية. عشان كده النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم، وهو موضوع المسؤولية الطبية وأخطاء المهنة. معكم دكتورة رجاء محمد عبد المعبود، أستاذة الطب الشرعي وسموم كلية الطب. لو اتكلمنا عن المسؤولية الطبية نلاقي إن طب مسؤولية الطبيب تكون إيه؟ مسؤولية الطبيب هي بذل المهارة والعناية والجهد واليقظة من اللحظة التي يقبل فيها الطبيب تولي مسؤولية علاج المريض أو العناية به، بغض النظر عن هو في عقد بينه وبين المريض بهذه الخدمات أو إن هو بيتعامل معاه بصفة متبرع في العناية بالمريض. لكن هو السؤال اللي بيقابلنا، هل الطبيب مسؤول عن شفاء المريض؟ الإجابة إن لا، الطبيب عليه أن يبذل كل الجهد لكن ليس عليه تحقيق الشفاء، لأن تحقيق الشفاء هو من الله أي نعم، لكن في عوامل كتيرة واعتبارات لا تخضع لسلطان الطبيب. أحيانا المريض نفسه في بعض حالات بيغفل أو لا يعني في بعض المعلومات الهامة ما يدليش بها للطبيب، لكن أو إن المريض ممكن إن هو يكون عنده أي أمراض كمنة تعيق حدوث الشفاء، أو إن هو لا يتناول العلاج بالطريقة الصحيحة الموصوفة له. لكن إن الطبيب مفروض إن هو يعمل ويحرص على تحقيق السلامة للمريض. زي ما قلنا، الطبيب عليه بذل الجهد وليس عليه النتيجة إلا في أحوال معينة، وهي مثلا في بعض الأحوال زي التحاليل الطبية ونقل الدم والأمصال والتطعيمات. مفروض إن التحاليل الطبية النتيجة اللي بياخدها المريض تكون سليمة يعني دقيقة وصحيحة، ونقل الدم والأمصال والتطعيمات تكون صالحة ولا تنقل عدوى أمراض أخرى ولا تؤدي إلى ضرر. إحنا أساسا بندي التطعيمات وبندي الأمصال وبننقل الدم لإفادة المريض وليس لإضرار به، فالطبيب بيكون مسؤول عن صحة ما يعطيه للمريض من محاليل ومن نقل دم ومن أمصال وتطعيمات. طيب، إمتى الطبيب يكون مسؤول عن ما يحدث للمريض؟ لا تقوم مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي إلا إذا توفرت فيه أركان المسؤولية، وهي 3 أركان أو 3 عناصر لابد أن تتوافر معا لكي يكون الطبيب مسؤول عما حدث للمريض، وهي أولا حدوث خطأ أو إهمال أو تقصير واضح من الطبيب، ثانيا حدوث ضرر للمريض، ثالثا حدوث أو وجود علاقة سببية أو رابط ما بين الخطأ الذي ارتكبه المريض والطبيب والضرر الذي حدث للمريض، أي يكون الخطأ هو سبب الضرر الذي
حدث للمريض، عندها يكون الطبيب مسؤول عما ألم بالمريض من ضرر. ولذلك أولا يجب أن نعرف ما هو الخطأ. إحنا بنتكلم ونقول يكون مسؤول عما ارتكبه من خطأ، إذا ما هو الخطأ؟ الخطأ الطبي هو مخالفة أو خروج الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظريا وعمليا عند تنفيذه للعمل الطبي الذي يقوم به تجاه المريض، أو هو إخلال الطبيب واجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسيمة، في حين كان في قدرته وواجبا عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالمريض. طيب، لو في أي سلوك حصل من الطبيب وإحنا بنتهمه بأنه هو أخطأ، كيف يعني نقيم سلوك الطبيب والمسؤولية عنه؟ نجد أن احنا بنبحث عن معيار قياس الخطأ أو معيار قياس سلوك المريض، وبنقول إن احنا بنقدر سلوك الطبيب اللي هو يعني قام به أثناء ممارسة المهنة، ونقارنه مع في ضوء سلوك طبيب آخر وضع في نفس يعني هو طبيب آخر في نفس المستوى وفي نفس الدرجة العلمية. نشوف لو طبيب زيه في نفس مستواه في نفس الدرجة العلمية بتاعته وضع في هذه الظروف، ما هو السلوك الذي كان يجب أن يسلكه؟ ثم أيضا ننظر إلى مدى اتفاق سلوك الطبيب مع الأصول الفنية المستقرة والأوضاع العلمية الثابتة. هل ما قام به الطبيب يتفق مع الأصول الفنية المستقرة والأوضاع العلمية الطبية؟ ثم ننظر أيضا إلى الظروف التي كانت محيطة بالعمل الطبي، الظروف المحيطة الشخصية والزمنية والمكانية وقت إجراء العمل الطبي. يعني بمعنى إن لو الشخص ده موجود في مكان مجهز بالإمكانيات وهو لم يستعملها، أو إن الطبيب ده كان موجود في مثلا نبطشية أو في أثناء العمل جاء له مريض وكان يجب عليه أن يسارع بإنقاذ حياته، ولكن في نفس الوقت لا يوجد إلا هذا الطبيب ومعه العديد من المرضى وكلهم حالتهم خطرة، فتأخر على شخص فحدث له ضرر نتيجة لهذا التأخر. طبعا لابد إن احنا ندرس سلوك الطبيب في ضوء هذه المعايير الثلاثة، وبعدها نقرر إذا كان الطبيب أخطأ أو لم يخطئ. لا يكون الطبيب مسؤولا ما لم يكن هناك إغفال لأحد المبادئ المسلم بها في علم الطب، وإذا كان عمله يتفق مع الأصول والنظريات العلمية الثابتة، ولا يصح مسألة الطبيب عن تصرف مسند إليه إذا اختلفت الآراء الفنية في هذا التصرف فأقره بعضهم وأنكره البعض. يعني تصرف سلكه الطبيب، بعض الأطباء يسلكون نفس المسلك والآخرين يسلكون مسلك آخر، فإذا اختار أحد هذين المسلكين فلا يسأل، وإذا كان عول في تصرفه على مرجع من المراجع، مرجع معمول به يصح وصحيح وثابت علميا واستند إليه في هذا التصرف، ثم ثبت بعد ذلك أن هذا التصرف أو هذا المرجع لم يكن صواب، إذا كان في ذلك الوقت المرجع ده معمول به لا يؤاخذ الطبيب عن تصرفه. طب مين يثبت الخطأ أو مين عليه إن هو يثبت تقصير الطبيب؟ مفروض إن عبء الإثبات يقع على المدعي اللي هو المريض أو أهله، عليهم إثبات عناصر المسؤولية وأركانها. إحنا قلنا عليهم إن هما يثبتوا إن في خطأ حصل من الطبيب وإن في ضرر حصل وإن يوجد علاقة سببية، يعني يوجد علاقة بين الضرر الذي حدث المريض وما ارتكبه الطبيب من خطأ. يبقى عبء الإثبات يقع على المضرور سواء كان المريض أو أهل المريض، إذا كان المريض متوفى أو إذا كان المريض صغير سن.
او غير يعني او غير مكتمل الاهليه. يجب على المريض او زوجها ان يثبت ان الطبيب لم يقم ببذل العنايه المطلوبه منه المتماسك، وان هو اهمل او انحرف عن اصول مستقره في مهنه الطب. لكن نجد ان احيانا يكون هذا الموضوع يعني صعب على المريض أن يثبت الخطأ، لأن المريض لا يعرف ما هو الخطأ والصواب في مهنة الطب، وبالتالي حتى القضاء أو جهات التحقيق لا تعرف ما هو الخطأ والصواب في مهنة الطب، ولذلك يلجأ جهات التحقيق والقضاء يلجؤون إلى الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات الطبية من الأطباء الشرعيين ومن المستشارين في هذا في المجال الطبي الذي تبحث فيه القضية، ليقولوا كلماتهم. هل الطبيب في مسلكه أخطأ أم أنه اتبع الأصول العلمية الثابتة؟ ولذلك تحال المريض وأوراقه إلى الطب الشرعي، أو في حالة وفاة المريض وشكوى أهله بيتم تشريح الجثة بواسطة الأطباء الشرعيين لمعرفة إذا كان هناك خطأ تسبب في وفاة المريض من عدمه. طبعا احنا قلنا ان المريض ان الطبيب ما هوش مسؤول عن الشفاء، لكن عليه ان يبذل غاية جهده في تحقيق الشفاء، يسعى لتحقيق الشفاء. لكن في أحيان كثيرة هناك عوامل تحول دون تحقق الشفاء، مثل إخفاء بعض المعلومات، سواء عن طريق يعني عدم معرفة المريض بأهميتها، أو كان عن قصد، أو عدم استعمال الدواء، أو ضعف الجسم، أو وجود أمراض أخرى، أو حدوث ظروف قهرية خارجة عن إرادة الطبيب ولا يمكن التكهن بها. طيب حضراتكم بعد ما تتخرجوا إن شاء الله تاخدوا بكالوريوس الطب والجراحة، هتعمل كطبيب متدرب اللي هو طبيب الامتياز. طبيب الامتياز ليس له أن يمارس المهنة منفردا، بل هي سنة تدريب يعمل فيها تحت إشراف الأطباء المسؤولين عن الحالة، وبالتالي فأي خطأ يقع يكون مسؤول عنه الطبيب المشرف لأنه لم يقم بعمله. أيضا بعد انتهاء سنة الامتياز وحصولك على تصريح مزاولة المهنة، فإنك ما زلت أنت كده مؤهل للعمل كممارس عام، لكن لست متخصصا في فرع من فروع الطب، وتتقدم إلى أحد الأقسام في المستشفيات للتدريب في تخصص معين. إذا عند اشتغالك في هذا التخصص أنت تحت التدريب، تحت إشراف أطباء أقدم منك خبرة وعلم، وهذا ما يسمى الطبيب المقيم. إذا الطبيب المقيم ننتظر منه إن هو يبذل الجهد والعناية وأيضا يكون مسؤول، لكن مسؤولية الطبيب العام الممارس العام، لكن ليس الأخصائي. والطبيب الاستشاري أو الأخصائي اللي هو مشرف على أطباء مقيمين عليه أن يعتبر نفسه أنه هو المسؤول عن أي ضرر إذا قصر في الإشراف على الطبيب المقيم عند حدوث ضرر للمريض نتيجة لتصرف غير سليم من الطبيب المقيم. إذا هل يمكن أن يواجه الطبيب المقيم قضية أو دعوى إهمال أو خطأ طبي؟ نعم يمكن أن يواجهها إذا كان هناك أي إجراء يمكن أن يقوم به الطبيب الممارس العام ولم وقصر في هذا الإجراء، أو إذا كان هناك واجب عناية بالمريض ومراقبة وملاحظة للمريض وقصر فيه الطبيب. في الحالة دي يمكن أن يسأل وتقام ضده دعوى مسؤولية طبية. بعض صور الخطأ الطبي نجد أن هناك صور مثل الإهمال والتقصير وعدم الانتباه وقلة الاحتراز، زي في بعض الأحيان يحدث خطأ من الطبيب في التشخيص لإهماله إجراءات الفحوصات اللازمة.
يعني يسرع أو يتهور في التشخيص بطريقة سريعة ويهمل إجراء فحوصات أو أشعاعات أو اختبارات كانت تساعده في الوصول إلى التشخيص المناسب. خطأ مثلا في تقدير جرعة الدواء، أعطى جرعة أكثر من الجرعة المناسبة للمريض، أو أعطاها بطريقة خاطئة، أو حدثت للمريض مضاعفات من الدواء ولم يتعامل معها الطبيب في الوقت المناسب، أو أهمل الملاحظة والرعاية لمريضه، أو إنه أعطى علاجا للمريض لكي يأخذه في المنزل ولم ينبه أهل المريض المضاعفات المحتملة. ماذا يحدث عندما تحدث المضاعفات؟ المفروض ان هو بينبههم ويقول لهم لو حصل له مضاعفات الفلانية اعملوا كذا وكذا، اتصلوا بي، روحوا المستشفى سريعا، ادوا له كذا، وقفوا العلاج لو حصل له كذا. فهو لم ينبه عليهم بما يجب عمله عند حدوث مضاعفات، اذا الطبيب مسؤول عن هذه المضاعفات. او في الحالات التي لا يراعي فيها الطبيب القوانين والأنظمة المنظمة أو التي تضبط مهنة الطب، مثل قيام الطبيب مثلا بعملية ختان الإناث وهي ممنوعة بأمر القانون، أو عمل الطبيب في مكان غير مرخص، وفي يعني أعمال أخرى اشتغل الطبيب في غير تخصصه وأدى ذلك لضرر بالمريض، وكل دي عدم مراعاة للقوانين والأنظمة المنظمة لمهنة الطب. وأيضا من الأخطاء الطبية الجهل بوسائل فحوصات كان يجب أن يلم بها، يعني استخدم مثلا منظار وهو لا يعرف كيفية استخدامه ولم يتدرب عليه بالطريقة المثلى، أقدم على إجراء أي إجراء عملية طبية وهو غير مدرب وغير مؤهل للتعامل أو العمل هذه العملية، لم يلتزم كما قلنا بالتخصص بتاعه. كل دي أمثلة من أو صور من الأخطاء الطبية التي تضع الطبيب تحت طائلة القانون وطائلة المسؤولية. سوء التشخيص دايما بيرجع إلى زي ما قلنا التهور أو السرعة وعدم مراعاة عمل التحاليل والأشعاعات للوصول للتشخيص السليم. ودي مسألة مهمة جدا، وخاصة أن بعض الأمراض الأعراض بتاعتها أو يعني ما يشكو منه المريض بتبقى يعني تشابه أمراض أخرى. ففي الحالة دي يجب على المريض على الطبيب أن يجري عمليات، يعني هو احنا بناخد حاجة إن شاء الله هتاخدوها في الطب بنسميها differential diagnosis، يعني الـ الأمراض الأخرى التي تشابه هذا المرض وكيفية إن احنا نوصل للتشخيص السليم. فمثلا ممكن بعض أعراض لمرض زي التهاب الثنائي اللي هي الأغشية حول المخ، ممكن ان هو بيدي بعض الاعراض شبه تشبه الانفلونزا مثلا، وخاصة في بدايته قبل حدوث اي مضاعفات عصبية، فبنلاقي ان بيدي اعراض شبه الانفلونزا. وبرضو عندنا الاطفال اللي هو ممكن يجيلهم امراض مثل الحصبة او الجدري، بتبقى في سخونة وعطس ورشح شبه الانفلونزا. فالطبيب مفروض ان هو عارف ان الامراض المتشابهة وكيفية التفرقة بينها. من الأشياء الأخرى اللي بيحدث فيها خلط وأحيانا يحصل فيه خطأ وقد يؤدي لمشاكل يعني بعدم اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، التهاب الزائدة الدودية أحيانا يخطئ فيه الأطباء في تشخيصه، وواحد يشتكي مثلا عنده مغص يبقى يدوله مسكنات وما يعملوش الفحوصات اللي هي ممكن يتأكد بيها من وجود أو عدم وجود التهاب في الزائدة الدودية، ونبص نجد أن المريض ده حالته بتتدهور وبيحصل انفجار في الزائدة الدودية وبيحصل فيه التهاب بريتوني وقد يودي بحياة المريض. في الأطفال ثبت أن الأطفال حديثي الولادة وخاصة الإناث لما يبقى عندهم التهاب في الزائدة الدودية بيدي أعراض شبه عدوى المسالك البولية أو التهابات في الحوض، فلازم الطبيب طبيب الأطفال
يبقى على دراية بأن الأعراض دي قد تكون زائدة دودية وقد تكون عدوى مسالك بولية أو التهاب في الحوض، ولازم يجري الفحوصات التي يستطيع بها أن يميز بين هذه الأمراض ويصل للتشخيص المناسب لكي يتخذ الإجراء اللازم في الوقت المناسب وينقذ حياة المريض. هناك أيضا حالات من الأخطاء الطبية نتيجة لاستعمال الأدوية بطريقة خاطئة. نجد أن أجريت أبحاث أثبتت أن الأخطاء في التعامل مع الأدوية والعقاقير 69% من هذه الأخطاء تحدث نتيجة الأخطاء أطباء. يعني الطبيب بيكتب الدواء الخاطئ أو بيكتب الجرعة الخاطئة أو بيكتب بطريقة غير واضحة، في خطأ الطبيب بيؤدي، أو مريض يكون عنده حساسية أو ما شابه أو بيعطيه بطريقة خاطئة، ففي الحالة دي بيحدث مضاعفات المريض، وده بيحدث في 69% من حالات الأخطاء الناتجة عن الأدوية. وجدنا أن 13% بيكون نتيجة الأخطاء من الممرضة اللي هي بتدي الدواء، ممكن انها تدي دواء غير الدواء يختلط عليها، او تدي جرعة غير الجرعة، او تدي بطريقة خاطئة. ده ممكن 8% ايضا نتيجة اخطاء الصيدلي اللي هو بيصرف الدواء، فممكن يصرف دواء مكان دواء، او يكون دواء مثلا مطلوب ان انا ادي جرعة للاطفال، لبوس مثلا للاطفال، فهو يخطئ ويعطي لبوس لكبار السن أو للبالغين، وبالتالي تكون الجرعة زيادة. إذا لابد أن نبحث عند كتابة الأدوية عن مواصفات الطبية الآمنة لإعطاء الدواء وطريقة إعطائه بالطريقة السليمة، ولابد أن نتأكد من الجرعة ونتأكد من نفس كتابة اسم الدواء بطريقة صحيحة، لأن ده ممكن يؤدي إلى خطورة على حياة المريض، ويجب التواصل بين الدكاترة وما بين أهل المريض اللي بيدوله الدواء، بحيث إن هو يؤكد عليهم كيفية أخذ العلاج ومتى يعطوه للمريض بطريقة سليمة، وماذا يحدث أو ما كيفية التصرف إذا حصلت مضاعفات. الطبيب طبعا أحيانا بيكتب الدواء بطريقة يعني ما فيهاش دقة، فحتى الصيدلي ممكن يقراه بطريقة خاطئة أو أهل المريض يقرأوه بطريقة خاطئة، الجرعات بتبقى مش واضحة، المدة اللي هياخد فيها العلاج أحيانا الطبيب يغفل كتابتها، وبالتالي ده بيؤدي إلى الضرر بالمريض الذي يأخذ الدواء بطريقة خاطئة. ممكن الطبيب في المستشفيات يصرف دواء قرب صلاحيته على الانتهاء، وخاصة في الصيدليات، وده ممكن يسبب مضاعفات للمريض. من الأخطاء التي يمكن أيضا أن تحدث في المستشفيات هو أن المواطن ممكن بعد إجراء عدد كبير من الفحوصات للمريض يطلبوا منه فاتورة، يعني بيعملوا الفحوصات اللازمة والغير اللازمة، يعني وخاصة في المستشفيات الخاصة أحيانا لتحقيق طبعا عائد مادي للمستشفى، وده طبعا لا أخلاقي في إن احنا نكلف المواطن فوق طاقته. من الأخطاء اللي بتحدث في المستشفيات إن احنا بنشغل عمالة غير مؤهلة، يعني شخص يكون مهواش معاه أو مدرب على التمريض، يعني مثلا في بعض المستشفيات شغل عامل أو شغل أي شخص معاه شهادة غير وظيفة التمريض، ويطلبوا منه القيام ببعض الأعمال التي المفروض أنه تقوم بها الممرض أو الممرضة، فده طبعا ممكن أن هو يؤدي للضرر بالمريض. في بعض الأحيان أيضا سوء التشخيص أو سوء تنبيه المريض أهل المريض على خطورة الحالة التي تواجه المريض، زي في حالات الأطفال، أطفال كتيرة بتتولد بيحصل لها بعد فترة يوم أو يومين بيجيلها مرض الصفرة، والصفرة دي قد تكون صفراء فسيولوجية تحدث بعد الولادة ولا تحتاج لعلاج، ويعني تنتهي
تلقائيا بدون أي مشاكل، وقد تكون نتيجة لانسداد في القنوات المرارية. ده ممكن تكون نتيجة لعيب تلقي في القنوات المرارية. لو الطبيب خد الأمور ببساطة ولم ينبه على أهل المريض إن لو استمرت الصفراء دي وأكثر من أسبوعين لابد إن أنتوا تيجوا عشان نعمل لكم الفحوصات واللازمة، ويضع في اعتباره إن احتمالية أن تكون نتيجة لانسداد القنوات المرارية، فإذا لم ينبه أهل المريض قد يعتبروها إن ده شيء عادي إن الطفل يقعد فترة طويلة وعنده صفرة. في الحالة دي ممكن يؤدي إلى تليف في كبد الطفل ويتسبب له في مشكلة خطيرة قد تودي بحياته. طبعا في مسؤولية زي ما هي على المريض على الطبيب، ممكن تكون في مسؤولية على المستشفى. يعني في حاجات ما تبقاش مسؤول عنها الطبيب ولكن مسؤول عنها المرفق أو المستشفى، زي توفير الأجهزة اللازمة للعناية بالمريض وتوفير عدد كافي من الأسرة وتوفير التخصصات اللازمة، ومش بس توفير الأجهزة وضمان حسن سير أجهزة المستشفى. يعني أجهزة دي موجودة وتعمل بكفاءة ويبقى في متابعة لهذه الأجهزة، في صيانة للأجهزة دي مسؤولية المستشفى، وعندما يحدث ضرر للمريض نتيجة لعدم وجود هذه الأجهزة أو نتيجة للقصور في عمل هذه الأجهزة فإن في هذه الحالة الخطأ يقع على إدارة المستشفى وقد يقع على إدارة الصحة في هذه المنطقة. يعني ممكن نعود حتى إن احنا نرفع قضية على وزير الصحة، ليه؟ لأنه لم يوفر في هذه المستشفى وسائل العناية بالمريض وبالتالي أدى إلى الضرر بالمريض. أيضا صحة الأغذية والنظافة في المستشفى من الأمور التي تسأل عنها إدارة المستشفى ونسميها أخطاء مرفقية. إذا هذه الأخطاء التي ممكن أن تضر بالمريض نتيجة لأي قصور في تجهيزات المستشفى أو العناية بالخدمات في المستشفى تعود للمستشفى، إنما الأخطاء التي يرتكبها الطبيب في عمله الفني، الأخطاء الشخصية التي يقوم بها أو في عنايته وإشرافه على الأشخاص الذين هم يعتبروا تابعين له، فإن هو يتحمل الطبيب المسؤولية عنهم. يعني لو الطبيب أخرج المريض من المستشفى قبل تحسن حالته نظرا لعدم وجود سرير بالمستشفى، وإدارة المستشفى مدياله أوامر بأن المرضى دي تخرج بسرعة عشان إن احنا هندخل مرضى جدد وحصل ضرر للمريض فتبقى المسؤولية مسؤولية المستشفى. إنما لو أخرج المريض الطبيب المريض من المستشفى قبل أن تتحسن حالته ولم يكن هناك أي قصور في عدد الأسرة بالمستشفى، ولكن هذا تصرف شخصي للطبيب أدى للإضرار بالمريض، فيسأل الطبيب عن هذا السلوك. أيضا الطبيب مسؤول عن المساعدين ليه زي التمريض وزي الأطباء اللي هو يشرف عليهم وزي الفنيين. الخطأ الشخصي اللي هو يرتكبه هو يسأل عنه مسؤولية مباشرة، وإهماله في الإشراف على التابعين والمساعدين ليه يسأل عنه أيضا الطبيب في تقصيره عن الإشراف. إنما لو هو أعطى أوامر معينة لممرضة أو لفني أو طبيب معين ثم أخلف الطبيب ما أمر به وقام بغير ذلك وأدى للإضرار بالمريض، فإن هذا الشخص الذي أساء للمريض أو أضر به يسأل عن خطأه الشخصي. طبعا في فرق ما بين المستشفى الخاص والمستشفى العام. المستشفى العام الطبيب فيها غير مسؤول عن تعيين وعن كفاءة الأشخاص الذين يعينون كتمريض أو كمساعدين أو كفنيين أو كأخصائي أشعة. تعيينهم بيبقى مسؤولية المستشفى أو مسؤولية الإدارة الصحية،
ولذلك ارتكابهم لأخطاء تضر بالمريض لا يكون الطبيب مسؤولا عنها إلا لو هو أعطى لهم أوامر خاطئة. إنما في المستشفى الحكومي، وخاصة لو كان المستشفى الخاص، ولو كان الطبيب هو مديرا لهذه المستشفى، فإنه يكون مسؤول عن أخطاء هؤلاء المساعدين، لأنه هو من عينهم، عين أشخاص غير مؤهلين وغير مدربين، فأدى عدم كفاءتهم إلى الإضرار بالمرضى، ولذلك يسأل عنه الطبيب. عندنا حالة كمثال بتقول إن قامت الممرضة بحقن مادة علاجية في شريان المريض بدلا من الوريد، يعني أعطت أو حقنت المادة في مكان خطأ في الشريان بدلا من الوريد، وهذا أدى إلى مشكلة في الشريان وأدى انغلاق الشريان، فأحس المريض بآلام شديدة في ذراعه، فأخبرت الطبيب، فالطبيب لم يقم بزيارة المريض ولم يفحصه، ولكن قال لا أعطيه مسكنات. بعد عدة ساعات بدأت مظاهر الغرغرينة في الظهور، وانتهى الأمر ببتر ذلك العضو حفاظا على حياة المريض. السؤال هنا، لماذا يعد ما حدث للمريض عاهة مستديمة؟ لأنها طبعا هي عاهة مستديمة لأنها أدت إلى فقد عضو هام من أعضاء الجسم وعدم الانتفاع به، احنا بنقول حصل بتر في ذراع المريض، إذا ده عاهة مستديمة. وكذلك بنسأل ما مدى مسؤولية الطبيب والممرضة عما أصاب المريض من ضرر؟ لو احنا جينا نشوف لقي إن الممرضة مسؤولة عن السلوك الخاطئ ليها في إعطاء الحقن أو المادة العلاجية في مكان خاطئ وهو شريان المريض ولم تتوقع الحذر، وحقنت بدل ما تحقن في الوريد حقنت في الشريان مما أضر بالمريض. طب والطبيب مسؤوليته إيه؟ هو لم يحقن المرض، لم يحقن المادة التي أضرت بالمريض، ولكنه أخطأ الطبيب في المتابعة للمريض وفي فحص المريض وفي الاهتمام به، وهذا نوع من الإهمال أضر بالمريض. طب بنقول هل هناك فرق في المسؤولية عند حدوث تلك الحادثة في مستشفى حكومي أو مستشفى خاص؟ لو في مستشفى حكومي الطبيب لا يكون مسؤولا عن الخطأ الذي قامت به الممرضة، لكنه مسؤول عن تقصيره في ملاحظة المريض وفي متابعة حالته والاهتمام به، لأن المستشفى هي المسؤولة عن تعيين ممرضات غير مؤهلات، فأيضا تسأل المستشفى. أما إذا كان في مستشفى خاص والطبيب هو مدير المستشفى، فإن يسأل عن تعيين هذه الممرضة الغير كفء للعمل، لأن هو من عينها إذا كان المريض الطبيب هو الذي عينها. إنما لو كان الطبيب زي الممرضة هو مجرد موظف في المستشفى الخاص، فإنه لا يكون مسؤول عن خطأ الممرضة، ولكن مسؤول عن خطأه في متابعة الحالة وما حدث للمريض من ضرر، فهي مسؤولية مشتركة بينه وبين الممرضة. طيب عايزين نسأل سؤال، ممكن واحد يحصل منه خطأ؟ ممكن طبعا يحصل خطأ، يعني طبعا أي خطأ بيقوم به الطبيب بيكون خطأ غير مقصود أو غير متعمد. طب إذا حصل خطأ إيه واجب عليك كطبيب إنك تعمله؟ أول حاجة بنقول الواجب علينا هو الإكسبلينيشن. الإكسبلينيشن هو شرح وتوضيح للمريض أو ذويه ما حدث، لازم نتكلم مع المريض بصراحة ونفهمه المشكلة التي حدثت. ثانيا الاعتذار، على الطبيب الاعتذار للمريض أو ذويه، ويعني إظهار الاهتمام بالحالة وبشعورهم وأن هو يشاركهم هذه المسؤولية. المفروض بعد كده إن احنا بنحاول نعمل تصحيح وعلاج للحالة دي، وإذا كان المريض الطبيب يحتاج ل المريض يعني حالته المادية لا تسمح بالعلاج، يبقى مفروض أو حتى لا تسمح أو حتى لو كانت تسمح، مفروض إن من أخطأ عليه إصلاح خطأه وتحمل المسؤولية من الناحية العلاجية ومن ناحية النفقات. ثالثا أو رابعا منع تكرار هذا الخطأ،
لابد أن نعمل نشوف إيه سبب الخطأ وإزاي ده حدث ونضع الإجراءات التي تمنع تكرار هذا الخطأ. طيب لما تحصل مشكلة للمريض علينا نجد أن الطبيب إذا ثبتت عليه المسؤولية فإنه يعاقب أو يحاكم ويحقق معه من الناحية الجنائية إذا كان ارتكب خطأ يقع تحت طائلة قانون العقوبات، ويعاقب أيضا بالقوانين المدنية والتعويضات للمريض عما ألم به من خطأ، ويعاقب أيضا من الناحية الإدارية والتأديبية في موقع عمله في المستشفى أو في أي مكان يقوم به بعمله. جهات التحقيق الخاصة بالعمل تقوم بالتحقيق معه، وأيضا يعاقب نقابيا في نقابة الأطباء. فالطبيب زي ما قلنا العمل في مهنة الطب محاط بالأشواك، ولابد أن نعرف كيف نتجنب أن نقع في يعني هذه الأشواك أو أن تضر بنا. ولذلك لابد أن نتوخى الحيطة والحذر واليقظة، وأن نتبع القوانين المنظمة لمهنة الطب، وأن نبتعد عما يمكن أن يشكل لنا علينا أي مشكلة. طبعا المحاضرة يعني مهمة جدا، وعايزاكم ان انتوا تتوخوا الحذر في ممارسة مهنة الطب وفي اثناء التعليم الطبي، تهتموا بايه القوانين التي تنظم العمل الطبي، ونتمنى لكم التوفيق في ممارسة مهنة الطب، ونتمنى للمرضى كل السلامة والامن، ودعوتنا لكم بالتوفيق.